لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد مساء الجميع. النهاردة جايين بفاكهة بتسمى الفاكهة المعجزة. دي الفاكهة المعجزة يمكن ناس كتير جدا تقول ايه ده، شكلها مختلف. يعني ده الكيوي، بس هو صغير طبعا، ده المتاح عندي حاليا. تمام، دي ليه الفاكهة المعجزة، او ايه هي اللي هيعود علينا من الفاكهة دي؟ ربنا عز وجل لما بيخلق الفواكه بيكون موسمية، بيكون خلقها لحاجة معينة. انا دايما ضد الناس اللي هي بتجيب لو المانجا نزلت نجري نخزن مانجا، لو الفراولة نزلت نجري نخزن فراولة. لا، الفواكه والخضروات كل حاجة بتنزل في المواسم معينة، بتبقى نازلة. مثلا عندك في الصيف الكنتالوب بيكون كتير جدا، والبطيخ ليه؟ لان الجسم بيفقد سوائل فده بيعوضها، وغيرها من الامثال اللي احنا ممكن نضربها. ففاكهة الكيوي منتشرة جدا جدا في الشتاء، طول الشتاء بيكون موجودة، قليلة جدا مثلا في دخول الخريف وده. بس خلينا ننتهز ان هي الفاكهة المعجزة وناخد الفايدة منها، بتعالج حاجات كتير جدا. طب ليه بنسميها الفاكهة المعجزة؟ لانها طبعا بتحتوي على عناصر كتير جدا زي المعادن والكربوهيدرات والفيتامينات، ممكن جدا ان احنا ناكلها نية، ممكن ندخلها في الفواكه، ممكن نعملها عصير، ممكن نزينها للجاتوهات. الكون من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، فيها نسبة كبيرة جدا جدا من فيتامين سي. يعني لو احنا حسبنا نسبة الفيتامين سي اللي فيها، هنلاقيها بتكون الضعف من الموجودة في البرتقال والليمون. كمان الكيوي لها مضادات للأكسدة قوية جدا، بتقضي على الالتهابات والسرطانات بأشكالها، ربنا يعافينا جميعا يا رب. كمان بتساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد الجراثيم الضارة اللي هي ممكن تدخل للإنسان في أي وقت من غير استئذان. كمان معانا ان فاكهة الكيوي غنية بالألياف الغذائية، بتساعد على التحكم في نسبة الكوليسترول. طبعا هي بتزهق كتير مننا لما بيكون الكوليسترول عالي جدا، وخاصة في النساء بيكون في قطع جلدية فوق العين. في ناس كتير جدا هتقولك على هذا سنتي او عين او زائد جلد، لا ده بيكون نسبة الكوليسترول عند الانسان ده عالية. كيوي كمان بيتحكم في نسبة الكوليسترول في الجسم. كمان بيتحكم في السكر وضغط الدم، الناس اللي عندها مشكلة في السكر والناس اللي عندها ضغط الدم في مشكلة كمان. غير كده انه هو كمان بيساعد على فقدان الوزن، غني بالالياف الغذائية. يعني لو احنا كلناه كتير بتحس ان انت، لو احنا كلناه بتحس انت بالشبع، فانت بالتالي ما بتحتاجيش ان انت تاكلي. طيب في حاجة كمان ممكن احنا نستفيدها من الكيوي، طبعا في حاجات كتير جدا جدا ممكن نستفيدها من الكيوي. الكيوي بيعالج حاجة مهمة جدا يمكن كلنا بنتعب منها، هو الاضطرابات النوم. ان احنا بالليل مع مجهود طبعا الشاق، مع ضغط العمل، مع ضغط البيت، ايا كان الضغط اللي احنا بنتعرض له طول اليوم، فده بيساعدنا بالليل ان احنا نقدر ننام نوم هادئ، نقدر ننام في راحة. طبعا لانه معالج قوي، المضادات الاكسده اللي موجوده فيه بتخلي الواحد يكون متحكم في نسبه الهدوء لجسمه، فبيعالج اضطرابات النوم. كمان الناس اللي عندها مشكله في القولون العصبي، القولون العصبي ده مشكله ناس كتير جدا جدا. الكيوي فيه هرمون بيساعد على ضبط القولون، فبالتالي بتلاقي جسمك مرتاح نفسيا وجسديا، مفيش قلق، مفيش تعب، مفيش زعل، فبيكون انت وضعت مرتاح نفسيا. لو احنا النهاردة اتكلمنا الكيوي على حاجات كتير جدا جدا، فهو غني بالمعادن والفيتامينات. ايه الفيتامينات اللي هو ممكن يحتويها الكيوي معانا؟ بيحتوي على الفيتامين A و2 و3 و5، دي كلها B1 وB2 وB3 وB5. حمض البسونيك، وعندك حمض الفوليك، ده اللي طبعا ست الحمل بتحتاجه جدا، على المغنيسيوم والمنجنيز، الزنك، وغيرها طبعا من المعادن والاغذيه. يعني معانا ثمره زي ما بنقول هي ثمره معجزه، وهي فعلا معجزه. كمان الناس اللي عندها شيخوخه مبكره، ثمره الكيوي دي تقدر تعالجك من الشيخوخه المبكره.
فيا ريت احنا كمان كلنا نستغل ده ونستغل ان هي موجودة ومتاحة وموجودة بكثرة، نستفاد من الفيتامينات اللي فيها، نستفاد من مضادات الأكسدة اللي فيها، نستفاد من المعادن، نستفاد من مختلف الفيتامينات B1 B2 B3 B4، نستفيد منها من ان احنا هنعالج القولون، هنحمي نفسنا من الاصابه بالسرطانات بشكل عام، هنعالج نفسنا من الالتهابات، اضطرابات ما قبل النوم، القولون العصبي، ضغط الدم، السكر. هي فعلا فاكهه معجزه، اقتنوها واستفادوا من وجودها في الاسواق. يعني لو احنا اكلنا ثمره الصبح وثمره بالليل منها مش هيأثر معانا اي حاجه، بل بالعكس هتفيد الجسم. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. لو بيعجبكم فيديوهاتي ووصفات او اي حاجه انا منزلها بشكل عام، ما تنسوش باللايك وشير لكل اصحاب، كمان الاشتراك في القناه، ما تفعيل علامه الجرس. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله.